التعاطي وتقديم السيمينار عن موضوع التشفير الكمي بإشراف الدكتور عبد الرازق سليمان. في حال وجود أي سؤال أو تساؤل أثناء الشرح رجاء لا تتردد في إضافة التوضيح وتعم الفائدة بإذن الله. بسم الله نبدأ. الأوتلاينز تاريخ الحوسبة الوصول للحلول الفيزيائية خوارزمية دوتش خوارزمية دوتش جوزا مايك فريدمان خوارزمية شور للعوامل الأولية تحدي RSA التراكم نظرية عدم الاستنساخ النفق الكمي التحسينات بأفضل طريقة عملية ضرب البيتس والكيوبيتس التوزيع المتاح الكمي DBH4 التمييز المكثف أمن الحوسبة السحابية مختبرات الذكاء الاصطناعي الكمي الحواسب الكمية في الأسواق وفي مجال التجارة استطاعتك استخدامها الآن أربانيت 1969 اي بي ام كيو 2017 انياك 1947 قطاع الحوسبة قسم الحوسبة ريتشارد فينمان 1981 تاريخ الحوسبة تاريخ الحوسبة يعود إلى آلاف السنين بداية عن حاسب يدوي استخدام الحساب لكنه بنفسه لا يقوم بعملية الحساب مثل العداد للعمليات الرياضية مثل الجمع والضرب الاصطلاح الذي كان يساعد الناس في إيجاد اتجاهات الملاحة المسطرة المنزلقة تقوم بحساب الأطوال والجمع والطرح بين الطولين ثم تطور الحاسب اليدوي ليصبح حاسبي أو ميكانيكي مثال عليها الساعة إيجاد السيارات ثم تطور الحاسب ليصبح رقمي أصبح موبايل هذا الحاسب إنياق ومن إنياق اللي لم يتغير المبدأ الذي هو عبارة عن الصفر والواحد عندما تطور فقط كان تطور في السرعة وعدد الترانزستورات الوصول للحدود الفيزيائية أتى ما يسمى بقانون مولز والذي يتضمن الترانزستور اليوم وصلنا إلى حجم الترانزستور تقريبا 7 متر علما أن الذرة الواحدة حدود نانو متر واحد هنا وصول الترانزستور لبعد الذرة ستختلف القوانين الفيزيائية من الطبيعية إلى الكمية ولن تعمل القوانين الفيزياء الطبيعية تاريخ الحوسبة الحاسب الكمي ليس مجرد استخدام الترانزستور إنما هو قط زي مختلفة في المبدأ الفيزيائي المستخدم لتشغيل الحاسب الاختلاف الجذري في حجم الترانزستور يصبح حجم الذرة على المبدأ يصبح الفيزياء الكمية خوارزمية دوتش دقيقة أديك العافية يا وائل كده أرجع للشاشة الأولى عافيك اي شباب بنلاحظ وايد ما شاء الله انه جاب لنا الهيستوري والكمبيوتر فلاحظ يعني من يعني هل ممكن نقول في تاريخ معين لبدء الحاسب هل في تاريخ معين لبدء الحاسب لا ما في لكن ممكن نقول الحاسب المانيوال وبعد ذلك انه ظهر الحاسب الميكانيكي يعني في الأربعينات وخمسينات القرن الماضي كان ميكانيكال كمبيوتر بعدك في الستينات لما ظهور أشباه الموصلات السيمي كوندكتر يعبر تظهر لا 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 السيمي كوندكتر والترانزستور وهي أصبح الحاسب رقمي وبعدك كوانتم فجاب لك التاريخ يعني من بداية المانيوال إلى الكوانتم كمبيوتر ممتاز كويس خوارزمية دويتش ديفيد دويتش اقترح خوارزمية ليوضح الفرق بين الحاسب الكمي والحاسب التقليدي الخوارزمية بسيطة وهي كالتالي الصندوق هذا بسيط جدا يأخذ واحد بيت كمدخل ويخرج واحد بيت كمخرج هو ممكن يفعل أحد 4 احتمالات إما أنه دائما يخرج صفر أو أنه دائما يخرج واحد
بغض النظر عن المدخل، او انه دائما يخرج نفس المدخل او انه دائما يخرج عكس المدخل. او الصندوقين تسمى صناديق ثابته لانهم دائما يخرجون نفس المدخل، والصندوقين في الاسفل متوازنه لانهم يعتمدون على المدخل. هنالك مشكله في التالي، بخطوه واحده فقط تحدد ما اذا كان الصندوق ثابت او متوازن. اذا عندك ابغى اجرب صفر، اذا كان المخرج صفر ما تقدر تميز انه ثابت او متوازن، وايضا اذا كان المخرج واحد ما تقدر تميز لانه ممكن يكون المخرج ثابت او متوازن. نجرب الاحتمال الثاني اللي هو واحد، اللي هو واحد نفس المشكله، يعني كان المخرج ما تقدر تميز، وايضا اذا كان المخرج واحد ايضا ما تقدر تميز. اذا كنت تفكر بطريقه تقليديه ممكن تحل المشكله باقل من خطوتين. محاله التحديد دون اللجوء الى الحوكمه الكميه، وهذا ما اثبته ديفيدوتش. خوارزميه ريتشارد جوزل عمم المشكله الى عدد معين نون من البتات، اما انه دائما صفر او دائما واحد، او انه 50% صفر و 50% واحد وهو المتوازي. مرة أخرى المشكلة أنك تستخدم الصندوق مرة واحدة بس وتحدد هل هو ثابت أو متوازي. لو تفكر بطريقة تقليدية، إذا حالفت الحق أقل شيء تحتاج خطوتين، إذا طلع المخرج مختلف فيعني متوازي. أسوأ احتمال أنك تقدر تدرك نصف الاحتمالات، عشان إذا كان المخرج مثلاً ثابت، فإذا كان المدخل واحد فأنت عندك احتمالين، يعني يا صفر يا واحد. مع اثنين بت تضرب في اثنين، مع ثلاثة بت تضرب في اثنين مرة ثانية. بشكل عام عدد الاحتمالات اللي تحتاجها والتجارب اللي تحتاجها في الحسب التقليدي اثنين واثنون. واثنين واثنون رقم مهول، حتى العدد مو صغير. لو كان مثلا 300 بت في مقاييس الكون تعتبر قليل، بمعنى تيرا. والجيجا 2300، العدد هذا يعني اكبر من عدد ذرات الكون. لو تجيب اسرع حاسب في العالم اليوم IBM سامك وتصغره لحجم ذره ويصير عندك منه عدد ذرات الكون، ويشتغل 3 مليار سنه، لن تستطيع تحديد هل الصندوق ثابت او متوازي. اما باستخدام خوارزميه الكم بخطوه واحده في نانو من الثانيه، فالفرق مهول. الفرق بين الحوسبه الكميه والحوسبه التقليديه ليس الفرق بين كمبيوتر سريع وبطيء، انما هو الفرق بين الممكن والمستحيل، او كما وصفها عالم الرياضيات مايك فريدمان الحائز على الفيلدز موديل اللي تعتبر جائزه نوبل للرياضيات، ويعمل حاليا في مايكروسوفت. مقوله مايك فريدمان يقول الفرق بين الحوسبة الكمية والحوسبة التقليدية هي كالفرق بين القدرة على الحظ والقدرة على الانتقال إلى قطب آخر. إجابة لبعض التساؤلات التي يمكن أن تخطر في بال بعضكم بشكل منطقي، ما الفائدة وأين الحل؟ المشكلة التي سبق ذكرها صممت لتبين قدرة الحوسبة الكمية وليس لتبين فائدتها. لكن استطاع بيتر شور خوارزمية شور للعوامل الأولية، استطاع بيتر شور ابتكار خوارزمية لتوضيح فائدة الحوسبة الكمية بدلا من قدرته فقط. الخوارزمية تعتمد على القدرة على تحليل الرقم المدخل إلى عوامله الأولية، وهي الأرقام الصحيحة التي يمكن ضربها ببعض لإيجاد الرقم المدخل. مثلا الرقم 15 بعد تحليل العوامل الأولية، أكيد كلنا نعرف الإجابة، هي 3 و5. فالعملية بسيطة، لكن عندنا RSA شيرنج، لكن إذا حاولنا تحليل هذا الرقم الظاهر أمامك، إذا حاولنا تحليله للعوامل الأولية تستغرق منك بمثل عمر الكون فأكثر، علما أن هذا الرقم ليس مجرد رقم عشوائي. عدد خاص بتحدي RSA مفتاح التشفير العام التي تعتمد على صعوبة حل هذه المشكلة، بمعنى أن كل أنظمة التشفير اليوم معتمدة على صعوبة هذه المشكلة.
اذا استطعت تحليل هذا الرقم الى عوامل الاوليه راح تكسب 200 الف دولار من ار اس اي. طبعا العرض بدا ديس اكتف ناو اتوقف، بس كان متاح في وقت من الاوقات. يعني اذا استخدمت افضل خوارزميات فك التشفير اللي موجوده اليوم راح تحتاج الى مليار سنه بواسطه اي بي ام سميت. لكن لو عندك وصول الى اي بي ام كيو تتوقعون كم ياخذ؟ دقيقه ونص، نقول دقيقتين. التراكب. لتعريف الحوسبه الكميه باختصار، هي استخدام النظريات الفيزيائيه الكميه في عمل الحوسبه بطريقه مختلفه تماما. اول احد هذه الظواهر تسمى التراكب، بمعنى ان الجسيمات تحت الذريه انتراتوميك لها خاصيه تسمى بالدوران. النيوترونات او الالكترونات يمكن ان تدور مع او عكس عقارب الساعه للاعلى او للاسفل للتسهيل. لكن الفرق الذريه وجود خاصيه ثانيه تسمى التراكب، بمعنى ان الالكترون يدور للاعلى والاسفل في نفس اللحظه. تقدر تتخيلها انها صفر واحد في نفس ذات اللحظه، وهي اصغر وحده في الحوسبه الكميه وتسمى وتسمى بالكيوبيت. البت التقليدي ممكن تتخيلها اما انه يدور للاعلى او للاسفل، لكن عموما ممكن تتخيل الكيوبيت انه يشير الى اي نقطه في الدائره، او بالاصح ممكن يشير الى اي نقطه في الكره، لكن لن نتطرق الى سطح الكره. لان مجرد قراءه الكيوبيت تجعله تقليدي، اما صفر او واحد. وتغيير دائم بحيث انه لا يعود الى وضعه الطبيعي، لذلك زاويه النظر وحاله الكيوبيت يؤثران على دقه القراءه. يعني مثلا لو الكيوبيت افقي وانت قراته بشكل عمودي راح يعطيك 50% دقه، لكن لو قراته بشكل افقي وهو افقي دائما الجواب يعطيك 100% دقه. لو قرأت بزاوية 45 تختلف نسبة الدقة من 85 إلى 15%. نظرية عدم الاستنساخ. أحد الخصائص في الحوسبة الكمية عدم القدرة على نسخ الكيوبيت، ليس لصعوبة فيزيائية أو هندسية، إنما هي كالقسم على صفر لأنه رياضيا مستحيل، لكن يمكن نقله بمعنى قص ولسق، وليس نسخ ولسق. النفق الكمي. أحد الخصائص الأخرى للحوسبة الكمية تسمى بالنفق الكمي. لتوضيح نفق الكم، أفرض أني أنا كرة كلاسيكية وماشي في طريقي واحتاج طاقة معينة بحد أدنى لكي أصعد الهضبة وأنتقل للجهة المقابل. لكن بالنسبة للفيزياء الكمية، الكرة لها احتمال بسيط أن تختفي وتظهر في الجهة المقابلة حتى وإن لم تحتوي على الحد الأدنى للطاقة، وهذا ما يسمى بالنفق الكمي. التحسينات بأفضل طريقة. للمتخصصين في تعلم الآلة، النفق الكمي هو المصباح السحري لحل كل المشاكل، ومنه إيجاد الحد الأدنى المطلق والحد الأعلى المطلق بواسطة النفق الكمي عبر الحدود الدنيا والعليا المحلية. عملية الضرب البتات والكيوبتات. نستفيد من الخصائص الكمية هذه في بعض الحوسبة بطريقة مختلفة. يعني أفرض إني أضرب 2 بت في بعض، عملية بسيطة، إما صفر في صفر يعطينا صفر، أو صفر في واحد يعطينا صفر، أو واحد في صفر يعطينا صفر، أو واحد في واحد يعطينا واحد. هذه الطريقة التقليدية. اما في حال ضرب الكيوبيت الناتج كيوبيت، لكن الاحتماليه تختلف حسب الطريقه التقليديه. طيب السؤال الان، ما هو الفرق؟ الفرق انه الكيوبيت المدخلين كانوا 50% صفر و 50% واحد، هذا بالنسبه للمدخل. لكن الكيوبيت المخرج كان 75% صفر و 25% واحد، لان الكيوبيت عباره عن صفر واحد في نفس الوقت في نفس اللحظه. إذا ضربتهم ببعض تنفذ جميع العمليات الممكنة في نفس اللحظة،
وممكن التشبيه بشكل رسومي، حيث ان الكيوبيت المدخل تكون بشكل افقي، وتقوم عمليه الضرب بتدويرها بشكل بسيط كما هو موضح. اتفضل يا استاذ جمال، اي سؤال؟ يديك العافية يا وائل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شباب؟ لا واضح كويس. نشكر زميلي وائل على هذا التقديم المتميز وأكمل معكم من حيث انتهى. مثال آخر، هذه المرة في الاتصالات الكمية، توزيع المفتاح الكمي الكوانتوم كي ديستريبيوشن بي بي 84. نفرض أن أليس وبوب يريدون التواصل مع بعضهم، لكن يريدون تشفير التواصل لعزل إف من التجسس. إذا استطاع بوب وأليس من الوصول إلى مفتاح خاص أو كلمة سرية لاستخدامها في التشفير عبر قناة تواصل آمنة، فلا توجد مشكلة أو خوف من التجسس، لأن بإمكانهم استخدام تلك القناة في التواصل. لكن المشكلة تكمن في عدم وجود هذه القناة الآمنة. عمليا تبدأ أليس بإنشاء بتات عشوائية 0 و1، ثم تحول كل بت إلى كيوبيت، لكن مرة كيوبيت أفقي ومرة عمودي بشكل عشوائي. أليس تحدد متى يكون الكيوبيت 1 أو 0. مثلا إذا كان الكيوبيت للأعلى أو اليمين يمثل 0، وإذا كان الأسفل أو يسار يمثل 1. وهذه تكون معلومات تعلن للعموم، حتى إف ممكن من الممكن أن تطلع عليها. ثم ترسل الكيوبيتات إلى بوب فيقرأها بطريقة عشوائية، مرة أفقيا ومرة عموديا، ثم يرسل طريقة قراءته لأليس، ثم تؤكد له أليس أين أصاب وأين أخطأ. مثل ما تتذكرون، إذا كانت طريقة القراءة متوافقة مع طريقة تحضير الكيوبيت، النتيجة تكون حتمية 100% صحيحة. ثم يستخدم ذلك التسلسل كمفتاح خاص برايفت كي للتواصل بين أليس وبوب. الترميز المكثف. تذكروا أن الفرق بين الكيوبيت والبت أن الكيوبيت تستطيع محركه، أي من الممكن أن يأخذ أي مكان في الدائرة. وبفعل التشابك، أي تأثير يعمله على الكيوبيت يؤثر مباشرة على الكيوبيت الآخر. لو أردنا أن نرسل 0 و0 إلى بوب، نرسل الكيوبيت على طبيعته بدون أن نقوم بتدوير الكيوبيت. وإذا قمنا بتدوير الكيوبيت بمقدار 90 درجة لليمين وقمنا بإرساله إلى بوب، يقرأ بوب النتيجة على أنها 0 و0. وإذا قمنا بتدوير الكيوبيت بمقدار 180 درجة، تصبح النتيجة 1 و0. وإذا قمنا بتدوير الكيوبيت بمقدار 270 درجة، تصبح النتيجة 1 و1. نلاحظ أننا استطعنا أن نرسل 8 بت باستخدام 4 بت فقط، أي الضعف، وذلك بفعل التشابك الكمي والتراكب. أمن الحوسبة السحابية. آخر تطبيق معنا اليوم هو أمن الحوسبة السحابية. على سبيل المثال، نفرض أن أليس تريد أن تحسب قيمة 1 ضرب 0، وتريد أن ترسلها لجوجل، لكن لا تريد من جوجل أن يعلم ما هي المعلومات التي تقوم بحسابها وما هي النتيجة. تقوم أليس بتحويل الكيوبيت بتحويل البت إلى كيوبيت، وترسل السؤال إلى جوجل. في هذه الحالة تستطيع الدائرة الكهربائية في جوجل كلاود القيام بالعملية الحسابية وإرسال النتيجة إلى أليس، لكن جوجل لا يستطيع نسخ الكيوبيت ولو حاول أن يقرأه، سيؤثر عليه. وإذا كان لا يعلم كيف قامت أليس بتحضير الكيوبيت، فلن يستطيع جوجل قراءتها. بمعنى أن جوجل لن تستفيد من الناتج إلا إذا عرف كيف قامت أليس بتحضير الكيوبيت، وبذلك عندما تعود النتيجة لأليس تستطيع قراءتها والاستفادة منها، لأنها تعلم كيف تقرأها. مختبرات الذكاء الاصطناعي الكمي. ليريكم فقط أن الموضوع حقيقة ضخم ومهم جدا. قامت جوجل بإنشاء معمل خاص بالذكاء الاصطناعي الكمي بالتعاون مع ناسا USRA، قائم على أبحاث كيفية استخدام الحوسبة الكمية في الذكاء الاصطناعي. أثبت اليوم بالتجربة أن الحاسب الكمي أسرع بمئة مليون مرة من الحاسب العادي. الحواسيب الكمية في الأسواق. الشركات العظمى كلها دخلت في مجال الحواسيب الكمية. مثلا
انت الان لديها معالج 49 كيوبت، واي بي ام كيو لديها معالج 50 كيوبت، وجوجل لديها معالج 72 كيوبت، ودي ويف لديها معالج 2000 كيوبت، لكنها تختلف عن الشركات الاخرى بانها قويه في اشياء مخصصه جدا وضعيفه في غيرها، كالفرق بين السي بي يو والجي بي يو، لذلك لا جدوى من استخدامها بشكل عام. استطاعت استخدام الان، تستطيع الان استخدام الحوسبه الكميه وهي متاحه في الحوسبه السحابيه في اي بي ام كيو. تستطيع انشاء دائره كميه متاحه للعموم، لا تحتاج لترخيص، يمكنك من خلالها كتابه برنامج مثل هالو. ليس فقط شركات التقنيه، حتى شركات مثل مرسيدس الان تبحث بالتعاون مع جوجل واي بي ام كيف تستطيع استخدام الحوسبه الكميه لمحاكاه البطاريات للسيارات المستقبليه. ايضا فولكسواجن ولوكهيد مارتن يعملون في الحوسبه الكميه وتعلم الاله والذكاء الاصطناعي الكمي بكيفيه تحسين حركه المرور. ايضا البنوك لانهم يهمهم الامن جدا، وايضا التحليل التوقعي والبرودكتيف اناليسيس مهم جدا في اسواق المال. بشكل عام تقريبا كل الشركات الكبرى لديها خوارزميات جاهزه للاستعمال والتطبيق بحيث يتم تثبيتها وارسالها حين تتوفر الاجهزه في السوق وايدي المستخدمين العاديين. على مستوى الشبكات، تمكنت شركة داربا من بناء شبكة كمية صغيرة بين جامعتي هارفورد وبوسطن. وفي النمسا هناك شبكة كمية بين 5 نقاط تواصل. وفي هولندا هناك شبكة تواصل كمية بين 4 نقاط تصل إلى 100 كيلو. اليابان تمكنت من إنشاء تواصل في فيديو آمن من خلال الحوسبة الكمية يربط بين 4 نقاط تواصل باستخدام توزيع المفتاح الكمي. الصين وصلت إلى بناء شبكة كمية في حدود 2000 كيلومتر، واستطاعوا أن يرسلوا إشارة كمية بين مدينتين في الصين يبعدون 2500 كيلومتر، والمتوقع أنه في الفترة القريبة سيرسلون رسالة إلى معمل في النمسا يبعد عن الصين مسافة 7600 كيلومتر. هذا الأربنت 1969 هذا يشبه كثيرا حال إنترنت الستينيات. أول شبكة إنترنت كانت بين 4 جامعات في أمريكا، واليوم الكل في العالم متصل بالإنترنت. هذا الاي بي ام كيو اللي في 2017 الآن كما تلاحظون يأخذ غرفة كاملة ويتطلب طاقم تشغيل متخصص وميزانية لكي يعمل. وهذا الإنياك عام 1947 كذلك كان يأخذ غرفة كاملة ويتطلب متخصصين في العمل عليه. نحن الآن في الحوسبة الكمية، نفس الحوسبة التقليدية ما كانت عليه تقريبا قبل 60 سنة، لكن لن نستغرق 60 سنة لكي نصل للمرحلة التي نحن فيها اليوم. التطور سريع جدا، فالمتوقع في خلال 30 سنة نصل نفس المرحلة التي نحن فيها الآن بالنسبة إلى الحوسبة التقليدية. كويس كويس يا أستاذ جمال، كده نرجع الصورة يا شباب. شوفوا التكنولوجيا ودتنا وين. في عام يهود الجيل الاول في الحاسب 1947 بتلاحظ عين الحاسب كان يسع غرفه كامله يعني يوزن بالطن، وهذا الحاسب سرعته وسعته لا تتجاوز الميجا بايت، السعه يعني قليله والسرعه ايضا لا تتجاوز الميجا هيرز. فاشوف بفضل التكنولوجيا، شوف الحاسب ده الان جوال اسرع منه. فنقدر نقول انه التكنولوجيا يعني مشت في السنين الاخيره. يعني لو مسكنا خلي سنه 47 نتكلم عن كوانتم الكمبيوتر والشبكات الكميه والحاسب الكمي، 2000 لما تكلمنا عن ديس قلنا عشان يقترب ديس كان مثلا سواء كان لينير او ديفريشن كان بتكلف كم العمليه؟ كم بتكلف كم؟ في التسعينات دي في البدايات يا حمد، هذا الحاسب اللي بيسع غرفه كامله سرعته الصوت فيه مشكله كده يا جمال، الصوت من وين جاي؟ انا سؤالي ليكم، السؤال
التكنولوجيا يعني قلنا في نهاية الألفينات عشان يبني جهاز حاسب يخترق خوارزمية الديس كان بيكلف ملايين الدولار، كان بيكلف لأنه مثلا احنا خدنا أمثلة لما شفنا ديس شفنا حواسيب سرعتها كانت 2000 ميجا هيرت، في حين انه الحاسب العادي كان سرعته كم الحاسب سرعته في سنة 2000 كم كانت السرعة؟ في نهاية الألفينات كم سرعة الحاسب؟ الوقت ده هو 3-4 كم كانت سرعته؟ كانت سرعته بالميجا هيرت، والان الحاسب العادي بقى بالكور اي 7 كور اي 9. فشوف التكنولوجيا دي يعني وصلت من الكوانتم بعد التقنيه دي كلها بدات بعد 2000. كويس، واصل يا استاذ واصل. لو رجعنا بالزمن للخلف، الكمبيوتر او الحاسب كانت لقب وظيفي، كانوا اشخاص اسمهم كمبيوتر او حاسب. لاحظوا فوق مكتوب قطاع الحوسبة، قسم الحوسبة، كان موظفين يستخدمين حواسب يدوية لعمل بعض الحسابات. ونختم باقتباس من ريتشارد في مان عندما سئل عن كيفية كيف ممكن نحاكي الأنظمة الكمية باستخدام الحواسيب التقليدية، وهذا كان رد: الطبيعة ليست كلاسيكية، وإذا كنت ترغب في إجراء محاكاة للطبيعة فمن الأفضل أن تجعلها ميكانيكا الكم، وهي مشكلة رائعة لأنها لا تبدو سهلة للغاية. هذا المرجع. وفي الختام شكرا لحسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة، وإذا في أي سؤال من الدكتور أو الزملاء نترك الكلام لكم. شكرا لكم. الله شباب، في حد عنده سؤال للإخوان؟ حمل جيد ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم العافية. تفضل يا يحيى، الصوت عندك، عندك سؤال ولا عايز تجهز؟ ممتاز يحيى. طيب يحيى يديكم العافية وما شاء الله شغل ممتاز. يحيى ومن؟ عبد الله ويحيى. عبد الله شباب عندكم صلاحيات، تفضلوا. دكتور لسه ما جت صحيح. لا ديتك يا فايس يحيى وعبد الله محمد القرني. ايوه عندكم صلاحيات عندكم، اعمل اي حاجه. اعمل ابلود وارفع الملف، ارفع الملف بتاعك. يمكن اعرض على طول. ايوه طوال، ارفع اعمل الباور بوينت حقك. تمام واضح الحين؟ لا لسه.